السلام عليكم، اهلا فيكم فيديو جديد. اليوم راح نستعرض معاكم اوزمو باكيت. اتوقع الكل يعرفها، نزلت قبل 8 شهور تقريبا من شركة دي جي اي. مثل ما نشوف، ما ادري هل الشركة بسويتها علشان تنافس الجوبرو، لكن ما بجاي على الجوبرو هي الاصل، بس انه ما ادري كيف يعني اقول لكم حق شنو. هي حلوة حق فلوقات تقريبا، حلوة انه من اسمها اوزمو باكيت انها صغيرة جدا لدرجة انك تقدر تحطها في الباكيت حقك، يعني في جيبك. نفتحها معاكم. قبل ما نفتحها طبعا طلبتها بالكوليكشن كامل، طلبتها هي، طلبت مع الحافظة حقتها اللي هو الجيب حقها او شيء، طلبت معها اس دي كارد، جاو الاكسسوري برضو معاها حق تقريبا تعرفون هالاشخاص التركيب للستاند والاشياء ذي، جات معاها التنظيف ذي، وبرضو ستاند لها اقدر احطها في السيارة، بس ما راح استخدمها انا، ان اقدر استخدم ده واحطه عندي الترايب حق السيارة، وجاي برضو الترايب في السيارة ذا برضو ما راح استخدمه، بس تقريبا هالاشياء. وفي اشياء ثانية قدرت تشتريها برضو اللي هي عدسات، عندي عدسة واحدة حق الوايد انجل ممتازة. اول ما نزلت تقريبا الكاميرا هذه كانت فيها مشاكل في المايك، بعضهم قالوا بالتحديثات عدلوها. نشوف معاكم يعني هل بتفيد بالفلوقات، تفيد اقدر استخدمها مثلا في مثلا استخدمها في درجة اشعة الطاير ولا لا. راح نشوف معاكم، خلينا نفتحها ونشوف. طيب فتحنا العلبة وفتحت الاغلاف، فتح العلبة الحين نشوف حجم الكاميرا نفسها. هذه تجي برضو في حافظة داخلها، هي من نفسها تجي في حافظة. اوكي هذه هي كلها، بس هذا الأوزمو. افتحها من هنا، هذه الكاميرا كاملة مثل ما نشوف. هنا الشاشة صغيرة طبعا، هنا الكاميرا مثل ما نشوف. طبعا تصور 4K 60 فريم، فول اتش دي، اللي تبي تصوره يعني جميع الميزات، ما يحتاج اقولها لكم اصلا. فيها ميزة برضو انك تقدر تركب الجوال في الجنب، تفتح هنا وتركب مثلا حق على حسب جوالك، انها تجيك مداخل كثيرة على حسب جوالك، يعني اللي اذا كان اندرويد في يو اس بي سي، اذا كان ايفون في لايتنينج. في ستربس لها برضو صرت استخدمها، هذا الشاحن حقها يو اس بي اي ليو اس بي سي، حلو انها تشحنها باليو اس بي سي. لكن المشكلة الجديدة راح يسوونها انك تقدر تشيل البطارية، ان هذه ما تقدر تشيل البطارية، فتشحنها خلاص ما تقدر تغير البطارية، مثلا طفت عليك لا لازم تحطها بالشاحن وتكمل، او انك تستخدمها في الشاحن لكنك ما تقدر تشتري بطاريات ثانية. يعني هذا اليو اس بي سي، راح نفتح اللايتنينج طبعا. لما نشوف هذا اللايتنينج على طول تركبها هنا. اوكي ايش في مودي يخش، احس اني جبت العيد، احس اني جبت العيد، طارت. ما ادري ليش ما براضي يخش، هل في شيء ما ظنيت في شيء، بس ما ادري هل هو تركيبه كذا، مو مثل تركيبه صعب. اوكي اعتبر ركبه الحين. طبعا تركبه تنزل لك الاب اللي لها، طبعا الاب مثل ما نشوف يدعم ال جوجل بلاي، اب ستور، يدعم الماك برضو، في ال ما ادري ليش حاطين هنا ادري فيديو، يدعم الاي موفي، فاينل كات برو، ما في شيء فاضي، بس باقي الستارت جايد هنا. طبعا الكاميرا بالحاله كذا تقريبا ما بواتر بروف، فلا تجيب عيد، في اغلفه تقدر تركبها وتصير واتر بروف. هذه الشاشه هنا صغيره جدا، يعني هذه المشكله، يمكن نسخه جديده ينزلونها تصير اكبر. ركبت الجهاز عندك هنا مثل ما نشوف، تمسك الجوال وتمشي به كذا. اتوقع بحط الايفون اس اي بيكون افضل، لو نشوف لو نركب الايفون اس اي افضل بكثير من الايفونات الكبيره. خلاص هنا الاعدادات تكون اكثر من الاعدادات اللي موجوده هنا. هنا مثلا اقدر اسوي تراك لحق الوجه، يعني لو اشغلها احط على اي وجه شخص الكاميرا بالحاله تتحرك، اذا تحرك الشخص حركه حلوه. اما من الاعدادات هنا ما في ذي الحركه. في كذا اعداد، يعني في اشياء ميزات لازم تركب بالاب حقها عشان تستخدمها. اوكي اشتغلت، حلو حلو اشتغلت. هنا نشوف، شوف الاعدادات
اللقات اللي موجودة. اوكي ما في عربي انجليش. شوف الشاشة مثل ما تشوفون، الشاشة صغيرة يعني، خلي اسوي فوكس مثل ما تشوفون. طبعا المشكلة انك يعني المشكلة ان هنا ما فيها حتى زر او شيء تقدر تلعب في الكاميرا تفرها تخليها على وجهك، فكل الحركة لازم يكون من الجوال، او انه في قطعة تقدر تشتريها برضو خارجية هنا تقدر تلعب فيها، تقدر تزوم ترجع تلعب في الكاميرا. اما كذا شوف اي حركة اسويها فرها كذا يقول لك انه ما ركب جهاز عندك، لازم تركب مثلا جوالك او شيء. المهم انه في مايك هنا، في مايك تحت هنا مدخل اس دي، هنا الشحن، وتقدر تركب مثلا مايك خارجي من هنا. وهنا كل الاشياء اللي تشبكها هنا يعني. يا حبيبي ذي كلش شو السالفة؟ هل شغلتك ذي كل مرة؟ او اني ما بعرف اركبها. شغلها جامد يعني، لازم تدخلها ما ادري. المهم انه هنا التركيبات كلها الثانية يعني، في قطعة برضه تقدر تشتريها فيها التحكم، الشاشة نفسها، في يعني اي وصلة بتنزلها الدي جي اي تكون من المدخل. يو اس بي سي هنا تقدر تركب المايك يعني، او انك تشحن بها. فنجرب ننزل الاب. اوكي فتحنا، نضغط بلس، لا ما ادري شنو نضغط، ما ادري هل اركبها على طول، خلينا نجرب. حبيبي ما ادري شو السؤال، هل الخربانة عندي ولا شنو؟ ليش تركيبها صعب؟ هذا الحين ما بعد اصور، هنا في حرارة شوي طلعت، احس انه في سخونة هنا. هنا يعلمك الورنتي، كلهم مكتوبين هنا الاشياء. انه تبي ورنتي انه يصير عن سنتين، عن حتى لو انه طاحت في الماي او شيء. الاس دي نسيت ما ركبتها. اوكي بعد ما ركبت الاس دي، في هنا زر او خيار في الجنب، انا مسالي مثل ما تشوفون الكاميرا تتحرك، ما ادري هل واضح عندكم. لين الحين فوق وتحت. طيب يمين حبيب، السلام عليكم، ما تروح فوق وتحت، بس كمل اعدادات. عرفنا الحركات، انك تلف يمين ويسار تطلع لك خيارات زيادة. المايك هنا مثل ما يعلمون، مثل ما يقولون هنا المايك في فوق وتحت. اوكي في سوفت وير لازم نخليه يتحدث، نرجع معاكم عشان نجربها بكل ميزاتها بكل السوفت ويرات الجديدة يعني، مثل نعدل المايك او شيء. فرجعنا معاكم بعد ما حدثناها. مثل ما نشوف الحين، مثل ما نشوف قاعد يتكلمون على الاعدادات بعد ما ركبتها. مثلا يقول لك الافكت، كانك تبي افكت مثلا الفليكر مع الهيرتز، هنا الفورمات الفيديو تبي ام بي 4 موف، ام بي 4 حلو. هنا تخطيط حق الشاشه لو بتخليها مثلا كيفك انت، ردان. هنا التحديد، مثلا راح نستخدم معاكم برا ونشوف، او نجربها معاكم هنا. ليش برا يعني؟ ما يحتاج نسوي هالشيء برا. مثلا لو نشوف الكاميرا مثلا، خل نحولها فيديو. اوكي فيديو هنا مثل ما نشوف، كيف نتحرك، ننزل. اوكي نجي هنا نحط على هذا الشيء اللي هو الاصفر ده. اوكي الحين لو بنحركه، شوف كيف الكاميرا كيف تمشي. توقعت تلاحظون الكاميرا كيف تتحرك، شوف كيف تمشي. فحرك حلو انك تشوفون هنا اصلا كيف العدسة تمشي معاه. حرك حلو انك تصور نفسك، تخلي خلاص وانت تتحرك تشوف الكاميرا تمشي معاك. اوكي رجعنا، فباين ذي الحركة انك خلاص بس تحدد على الشيء تكنسله كذا خلاص، الحين ما راح تتحرك. فالاعدادات هنا مثل ما نشوف نفس الجوال يعني، هنا البانوراما، هنا ستوري، هذا اللي بيحط ستوري في ذا البرنامج، الفوتو، الفيديو، سلو موشن، التايم لابس. تايم لابس نصحوني كثير فيها ناس، خصوصا من هنا، اني اقدر مثلا اخلي تايم لابس بالطول انها خلاص تشتغل والكاميرا لحالها تصور وهي تتحرك. فهمت الحركة كيف؟ يعني تصور الغيوم كل شيء مثلا في مكان كبير، تخليه يبدا من الزاوية مثلا ذي الزاوية لين ينتهي ذي الزاوية، وتايم لابس تتحرك والغيوم تتحرك، يعني يجيك الليل مثلا ويروح ويجي النهار كذا. هايبر لابس، في ايزي سيف، معدلات عادية بس تقريبا. وهنا تقلبها على طول تعطيك على وجهك مثل ما نشوف، ضغط هنا ترجع. فاتوقع يعني بدون جوال مفيدة، ما اقول لكم ما مفيدة، بس اعدادات كثير الاكثر كلها بالجوال. لو نفصلها مثل ما نشوف، شوف الشاشة
الحركة اللي عندنا هذه الخفيفة اللي هنا فوق وتحت بس لو بنعكسها طبعا التراك ما توقف فيه بس خلينا نجرب نرفع فوق هنا الإعدادات الباتري الإعدادات اللي قبل شو سويناها هنا الستورج كان فيها الأكسسوريز المور التون الصوت هنا التراك ما أدري هل هذا التراك ولا قلب الشاشة هنا أوكي هنا فولو تقريبا إنك أوكي طلع الوجه ما أدري هل كذا راح تتبع وجهك ولا نجرب الحين مرة ثانية أوكي هنا خلاص راح تتحرك العدسة معاك هنا لا تقدر توقف على المكان وانت تتحرك تتم معاك مثل ما نشوف على وجهي حتى لو حركها ما تتغير مكان الكاميرا هنا فاست فولو اوكي شوفوا كيف تتم ثابتة اعدادات حلوة هنا يعني خفيفة وحلوة ما في فلتر هنا اطل تسحب يمين تتحولها من صورة لفيديو لسلو موشن تايم لابس بانوراما مثلا تايم لابس كل 5 ثواني هنا مكتوب تقدر تغير عندك هنا اعدادات حلوة والله يعني الاعدادات كثيرة هنا التايم لابس هنا موشن لابس هايبر لابس ف لا والله يعني فيها اعدادات كثيرة لما نخش على الفيديو طيب ما يعطيني على 1080 30 فريم طيب لو بغير ضبط روح مور language device information ما فيه انا لو بغير مثلا كيف اغير من هنا هنا الاوتو حق وصلت تبي تطفيها كم تبيها مثلا بعد 10 دقائق بعد 15 دقيقه بعد دقيقه على الاوتو فحاول اني اوصل الحين لل اوكي تروح هنا قبل ما تحدد الشيء مثلا تضغط على الصور تروح يمين تشوف اعدادات الصور فاحنا بنروح حق الفيديو نسحب يمين شو اعدادات الفيديو لو مثلا بنخليه 4K نخليه 60 فريم حلو الحين 4K 60 فريم في الثانية مثل ما نشوف ما ادري باين عندكم ولا ما باين ما اتوقع انه باين اصلا والشيء الثاني اللي عندي مثل ما قلت لكم هذه هي العدسة نجربها معاكم ان هي الوايد عشان بس قصرتي بتصور مساحة اكبر تخليها بشوف انا اذا كانت كويسة يمكن اخليها على طول يعني فهذه هي العدسة طريقة تركيبها بس هذا ركبت خلاص انا يمكن يعني اتمنى انها تكون كويسة فممكن استخدمها على طول ليش لانها بتحفظ العدسة الاصلية يعني الكاميرا نفسها فنطلع برا الحين نصور معاكم ونشوف استخدامها طيب طلعت معاكم الحين خلونا ننزل شوية تحت خلي تراك على وجهي تراك يا الخوي ولا خلي عادي كذا عشان تشوفون توضوح الكاميرا والسلاسة كيف تتحرك مثل ما نشوف طبعا الحين انا مركب الوايد انجل اوكي لو اشيلها الحين هذه كذا عادية هذه كذا العادية الحين فانتم تتوقعون مدى الافضل هل احطها ولا ما احطها نرجع نركبها كذا او كذا اتوقع اني اركبها ولا اسئلتكم تحت او اسئلتكم رايكم تحت شوف على التركيب طيب كذا مضبوطه يلا دوركم الحين تتكلمون عن المايك الصوت هل واضح ولا مو واضح لاني انا طالب برضو مايك لكن انتظر يجي يمكن يجي اليوم ولا بكره ونجرب معاكم الصوت بالمايك ما ادري احس عجبتني في حركه التايم لابس يعني تحط تفتح البدايه يجي لك نقطتين تحط نقطه البدايه ونقطه النهايه وتضغط عليها وتحط الوقت تحطها تقريبا 5 دقائق فصورت لي المكان كله راح تشوفون الفيديوهات تايم لابس وكل شيء في نهايه الفيديو بعد ما خلص الفيديو راح تشوفونه وبرضه فيها بانوراما ممتازه يعني ما يحتاج انك انت تحرك الجهاز بس تحط القطعه على اي مكان دقيقه صح هذه اوكي اتوقع ان نهاية الفيديو راح تشوفون يمكن راح تشوفون التايم لابس راح تكون مغبشة شوي ليش لأن العدسة اللي ركبتها ركبتها عاد فأهم شيء إن تعرفون كيف الحركة البانوراما برضو حركة حلوة الحلو فيها إن كان لو عندك جوال بتصور بانوراما
راح تمشي الجهاز انت بيدك. هي لا بس تحطها على اي مكان صعب، تحط البدايه والنهايه وهي بالحاله تتحرك وتصور لك كل شيء، حركتها حلوه. في انواع كثيره في الانماط، في التايم لابس، في سوبر تايم لابس، في انواع كثيره. انا ما اخترت الا نوع واحد سويته بس كتجربه يعني. فتحديدا او يعني من ذي الشخص اللي راح يقرر، انتوا اللي راح تقررون تكتبون لي تحت في التعليقات تشوفون. طبعا البدايه اللي كنت اصور معاكم وصورت معاكم قبل شوي بتشوفون قبل شوي بعد هذه اللقطه اني كنت اصور لكم في الظهر فكانت في شمس شوي، الحين شوي المغربيه فاضاءه اقل. راح تتحددون هل في الليل يكون كويس ولا مو كويس. مثل ما تشوفون انا اهتزاز قاعد امشي الحين عندكم، شوف احرك الكاميرا لكن فيها ما اهتزاز قوي، ما متوقع ان تقدرون تحددون مثل ما تشوفون كيف. اوكي طلعت تراك عن الوجه، رجع الحين مره ثانيه حدده مره ثانيه، فحركه حلوه. احس ان يعني التصوير اللي اصور فيه انا 4K على 50 فريم ما ب 60 فريم. نزلت 50 فريم ليش؟ لان 60 فريم ما يحدد الوجه. انت تغرون مثل ما قلت لكم تشوفون كيف التصوير وكل شيء. مثل ما تشوف يعني حركه حلوه اني اتحرك كذا، هو بالحال يفتر الكاميرا شوفها تتحرك عندي تروح على الوجه. إن لو بجرب معاكم، لو خلي اجربها هنا، لو احطها على السيارة اوكي لا ما راح تثبت هنا، ارجعها شوي اوكي هنا انا محطوط على السيارة. شوف لو اتحرك شوف كيف يمشي معاي، اروح يمين حركة حلوة. الى الان طبعا من استخدامي لها الحين اخذت تقريبا والله كثير يعني 6 ساعات، لكن ما شفت الفيديوهات، ما شفت نغوات الصوت. ابيكم انتم تتحكمون، بشوف الاخراج بس ما راح اتكلم، بحطه اذا كان الصوت كويس بحطه، برضو الصوت مو كويس راح احطه، انتم اللي تقررون. تشوفون تقولون لي هل كويس ولا مو كويس، وهل اكمل اصور فيها ولا ما اصور. يعني اتوقع الشركه ما عندها اي عذر الحين، الجهاز الحين فوق 8 شهور من نزل، نزلت تحديثات كثيره له. البداية أذكرهم إن كانوا فيها مثل ما قلت لكم فيها مشاكل في المايك، يمكن حدثوها الحين. أتمنى في النسخة الجديدة يمكن تنزل ما بقى شيء لها، يعني كم 4 شهور 5 شهور ينزل نسخة جديدة. أتمنى إن يعدلون المايك. أوكي مدخل ال USB-C اللي تحت تقدر تحط فيه مايك، لكن حلو إنك بيحطون ما يحتاج إن تحط 3.5 اللي هو الهيدفون جاك، لكن مدخل USB يحطه في الجنب، حطوا قاعده او شيء نقدر يعني من نفس القطعه ما يحتاج اشتري قطعه ثانيه ان اركب فيها مايك، او ان عدلوا المايك يعني المايك فتحه المايك اللي قدام كي كويسه كن كبروها شوفوا شيء، لان كاميرا يعني وهو مو بجوال كاميرا يعني المايك قوي فيها، هذا افضل شيء وتصوير بس. وبرضو اتمنى انهم ينزلوا نسخه جديده يكون فيها بطاريه تنشال، يعني اتوقع هذه الميزات في الكاميرات ان البطاريه تنشال. ليش؟ لان بطاريتين 3 بطاريات عندي، وانا اصور طفت الكاميرا على طول طلع بطاريه ثانيه واركبها في نفس الوقت، ما يحتاج اني اروح البيت واشحنها مره ثانيه او اني اخذ معي باور بانك اشحنها. اتوقع وجهه نظري يعني. البرنامج برضو اللي ينقل ما ادري ما في اي حل، استغفر الله. العقدة اللي عندي اني لازم اشيل اليو اس بي اركبها في الكمبيوتر انقلهم او ان افتح البرنامج حقها وانزلهم، لكن الارسال من البرنامج من برنامج الكاميرا نفس الجوال ياخذ وقت. هذا مطر ولا اي والله مطر كما تمطر. اوكي عند الغيوم ما بقوية طبعا على التراك، الحين لو ارفعها لازم انزل وجهي كذا عشان تشوفون قيمه قوي بس قامت تنطر. المهم يعني النقل كويس، ما اقول لكم هو كويس، لكن ابل بليز اتوقع مشكله من ابل. اير دروب ما في افضل من في النقل، يعني نقلت الصور او ال4 فيديوهات اللي صورتهم 4K قبل اللي في الظهر لحق الاخراج نفس اللي بتكون الفيديو، خذ يمكن 15 دقيقة إلى 20 دقيقة كذا، 4 فيديوهات نقلتهم إلى الجوال الآيفون اس اي، بعدين من الاس اي للآيباد عشان بسوي لأن بسوي الإخراج في الآيباد أنا ما أسويه في الكمبيوتر الآن، برنامج اللوميا فيوجن نسيت اسمه والله تقريبا
ما اخذت 3 دقائق او دقيقتين تقريبا، نقل الاربعه كلهم بسرعه في الايباد. يعني بالاير دروب ما في افضل من انا لو بالنسبه لي. ابل تفتح الاير دروب حق الشركات الثانيه، يعني فتحت الاير بلاي الحين للتلفزيونات وكل شيء، فتح الاير دروب يعني خلوا ميزه الشركات يقدرون يسوونها. الاير دروب ما ادري كيف خليط بين الواي فاي والبلوتوث او شيء، يعني ما يحتاج عندك واي فاي في المكان، ما يحتاج عندك وايرلس، بس افتح الواي فاي حق الجوال وافتح الواي فاي حق الجوال الثاني وانقل، بس نقل سريع. يعني لو تفتح عند الميزة خلاص ما يحتاج اشيل الذاكرة من نفس الجهاز اصلا، حتى الاجهزة او الكاميرات خلوا الكاميرات الذاكرة فيهم منهم فيهم نفس الجوالات، بس النقل سريع ما ادري كيف. اتمنى يفتحونه نشوف قدام. اتوقع ان طولت الفيديو صح معكم، صارت فيديو سوالف وانا قلت صار فيديو دردشة الحين، فخلاص نرجع معكم تصوير خفيف الحين وتشوفوا ميزة الكاميرا زيادة. طبعا الحين الان محط العدسة اللي هي الوايد انجل، لو اني اشيل العدسة راح اكون معاكم كذا اصور. فانتوا ايش رايكم بالوايد انجل ولا بالعادية كذا؟ شو الوايد انجل كذا افضل صح؟ شوف الشمس مساء يطيح مطر، الحين وقف المطر. اوكي بس قرار لكم، نرجع معاكم تسويق خفيف ننهي الفيديو. اتوقع ان يعني تفي بالغرض ولا لازم نشوف ردود فعلكم تحت في التعليقات، انتوا اللي تحكمون. خلي اشيل الوايد انجل العدسه، خليها بدون مثل كذا. طيب عليكم الحين انتو تحكمون الكاميرا ممتازة ولا ممتازة، هل تفيد؟ نركب ذي فرق كبير صح؟ فتحسون ان نكمل فيديوهات بها، المشكلة فيها احس بسخونة يعني تسخن صدق. تشتغل تقريبا على 4K 140 دقيقة تصوير فيديو كامل، بعد لازم تحط الشحن. ف انتوا رايكم تحسون انه ممتاز ولا ممتاز؟ الصوت كيف انتوا تغييركم هذا على اخر سوفت وير، على اخر تهديد يعني لها 8 شهور الحين الشركه دي جي اي من نزلتها، فما اتوقع عندهم اي عذر انها تكون مايك ما بكويس فيها. نشوف قدام بيجيني مايك لها بركبها بخارجيه، جيت بصور فيديوهات بعدين قدام مثلا لو بصور استخدمها للفيديوهات اللي كتبت معناتها مثلا على الطاير السلسله، بدل ما اصور بالجوال اصور فيها يمكن تكون ممتازة وبستخدم المايك لها. ف انتوا كيفكم؟ طبعا العلبة مثل ما نشوف هذه العلبة الحفظة حقتها فصغيرة جدا، يعني لو في الماء في الجيب وانت بتحطها في الجيب مثل ما نشوف، لو بتحطها في الجيب شوفوا كيف يعني تكف في الجيب عندك. ما يبي لها اي شيء. نشوف قدام، اتوقع انهي الفيديو هذا وكله. ففي نهاية الفيديو لا تنسون اشتراك القناة ونشر المقطع ومن لايك المقطع وتعليقاتكم تحت تهمني، ولا تنسوني بفضل دعائكم. السلام عليكم.